أحبائي سعيد لي صباحكم إن شاء الله، أتمنى يلقاكم صوتي في أحسن أحوالكم. بونجور تول موند، جود مورنينغ إيفريبادي. اليوم فيديو اليوم هو فيديو تمهيدي قررت أن أعمله أو أن أسجله لكم، لأنني في الحقيقة قمت بعمل segmentation أو تصنيف للمجموعات لمجموعة توائم الشعلة، ولأنني ابتدأت رحلة التعرف إلى الذات من خلال فيديو التواصل الروحي، فأنا قد قررت أن أضع لكم جزءاً اللي هو اليوم لتتعرفوا أكثر إلى أنفسكم إلى أجسامكم، لأنني عرفتكم على أنفسكم المرة الماضية وعلى ما يسمى التبادل الطاقي أو les échanges énergétiques. اليوم سنتعرف إلى أجسامنا أو سنتعرف إلى الجسم، إلى التغيرات الجسمية أو الفيزيولوجية التي تحدث للتوائم. في الحقيقة صنفت التوائم إلى ثلاثة مجموعات. كل شخص رح يوجد نفسه في فيديوهاتي، كل شخص رح يتعرف على نفسه ورح يتأكد كذلك إذا فعلا هو في علاقة توأم شعلة أم علاقة مع نرجسي، لأنه في الحقيقة من بين الأشياء المهمة اللي ممكن ما يقولوها لكمش اليوتيوبرز هو أن النرجسي كذلك يملك القدرة على التبادل الطاقي، لكن النرجسي لا يتبادل مع كل الناس، يتبادل فقط مع ضحيته. أما التوأم فبإمكانه أن يتبادل مع بقية الناس، مثلا إذا كان عنده صديق أنتيم أو صديق مقرب يقدر يتبادل معه. أما النرجسي فلا، النرجسي يستخدم ضحيته، يعني يتكل على المعلومات اللي يأخذها من عندك من الضحية ثم يستثمرها للدخول إلى عقلك. طيب المجموعات هم كالآتي: أول مجموعة هي المجموعة التايهة اللي مش متأكدة هل هي في علاقة توأم شعلة أم لا. المجموعة الثانية هي مجموعة متأكدة من أنها في علاقة توأم شعلة، لكن للأسف لم تبتدئ أي خطوة عملية في ما يخص الجسم ولا في ما يخص الشاكرات ولا في ما يخص العقل كذلك، لأنه كاين عمل نقوم به على مستوى الجسم وهناك عمل نقوم به على مستوى الطاقة اللي هي الشاكرات أو توزيع الطاقة في جسمنا، وهناك عمل نقوم به على مستوى العاطفة والعقل. طيب طبعا ما نقدرش، لا أستطيع أن أصل إلى المستوى الثالث قبل معالجة المستويات الأولى. والمجموعة الثالثة اللي هي المجموعة اللي حققت نوع من العمل، يعني ابتدأت في العمل فعلا على شكراتها وعلى نفسها إلى آخره، لكن بمقتضى الصدمات والانقطاعات والبلوكات بينها وبين توائمها فالبروسيسوس توقف، يعني رحلة التوأمة توقفت عندها في ظرف ما أو في نقطة ما. هذو ثلاث فئات إلى الآن، الفئات الموجودة عندي، الفئات اللي أعرفها أو الفئات اللي بعض فئات اشتغلت معها لكن للأسف مش موجودة معي في القناة، هي ناس حققت يعني لغينيو، حققت الاجتماع في البعد الثالث وتزوجوا إلى آخره، ومع ذلك نحب نقول لكم أنهم ما زالوا يعانوا من المشاكل. ما نقولش اليوم ما هي المشاكل حتى لا أثبطكم، لكن فيما بعد لما نتقدم في رحلتنا للعمل على أنفسنا راح أقول لكم ما هي المشاكل اللي ممكن تواجهكم بعد الزواج أو بعد الاجتماع. الآن إذا تمسكوا كيما تعودنا، مثل ما تعودت أنا وياكم، ورقة وقلم وتكتبوا كل ما هو لكم وتتركوا كل ما هو ليس لكم. أوكي؟ سو العلاقة هذه هي هدية من عند الله سبحانه وتعالى، والغرض منها ماذا؟ الغرض منها أن ننظف أجسامنا وأن ننظف أرواحنا وأن ننظف طاقتنا وأن ننظف عواطفنا. لازم تفهموها، هذه العلاقة ليست علاقة اعتباطية، هذه العلاقة وضعت لكم أنتم، مهما كانت وضعيتكم الاجتماعية بين قوسين، وضعت لكم أنتم لماذا؟ لتعرفوا ما هو الخلل في أنفسكم وفي جسمكم وفي عقولكم وفي أرواحكم وتصلحوها. الخطأ مش تمروا عليه مرور الكرام، تصلحونه.
اليوم نكلمكم على التطور الفيزيولوجي اللي يحصل عند التوائم. وأنا دائما أعمل مثل ما قلت لكم على الشهادات، بمعنى أجمع الشهادات وأحللها وأستنبط منها الأهم. جمعت لكم تقريبا 10 علامات أو 10 تغيرات فيزيولوجية. لكن السؤال الكبير اللي واجهني واللي أرقني لمدة أيام، لماذا تحصل هذه التغيرات؟ Pourquoi ces changements؟ لماذا حصلت هذه التغيرات للتوائم؟ وفي الحقيقة الإجابة الوحيدة لقيتها اللي وجدتها مقنعة هو أن هناك شيفرة جديدة في المخ يعني تبدأ تتركب، ديكوداج. في الحقيقة المخ الدماغ عند التوائم ترتب بطريقة معينة وعاشوا به كذلك طيلة حياتهم. لما يلتقوا بتوأمهم سواء لقاء فيزيائي أو لقاء غير فيزيائي، ورح أعطيكم العلامات هنا سواء قبل اللقاء أو بعد اللقاء، هناك شيفرة جديدة، نوفو كوداج ADN، هناك شيفرة جديدة في المخ في الدماغ تبدأ في العمل أو تبدأ في الترتب، يعني تحط نفسها هذه الشفرة، تفرض نفسها على الدماغ من أجل أن يعمل الجسم بطريقة جديدة. هذا هو التفسير الوحيد. الآن لما نوجد نظرية مقنعة لهذا الديكوداج أو هذه الشفرة الجديدة راح نجيكم بها. الآن ليس لدي الجهد وليس لدي الوقت لكي أعمل فيديو حول هذه النظرية، لكن ثقوا بي بأن هناك شيفرة جديدة، ADN جديد. طيب كي نقول ADN جديد، لأنه الADN موجود في الخلية، DNA موجود في الخلية، لكن الخلية استخدمت مجموعة منه وتركت مجموعة. يعني كلكم تعرفوا أن مثلا هناك أمراض نائمة لدينا تظهر فيما بعد لما نكبروا في السن، مثلا نلحقوا 40-50 سنة تظهر أمراض معينة لم تكن موجودة من قبل. لماذا؟ لأنها كانت موجودة عندنا في DNA لكنها كانت نائمة، كانت يعني في سبات، وتستيقظ عندما تجد التربة المناسبة أو التربة الخصبة من أجل أن تنشط. Pour son activation. C'est comme un virus. مثل الفيروسات، الفيروسات لا تنشط إلا إذا وفرنا لها الظروف. أولا، إذا التغير الأول الذي يحصل عن التوائم، الأعراض الجسمية لهذا التغيرات، إذا تغيرات فيزيولوجيك، تغيرات فيزيولوجية. أوكي؟ أنا راح أعطيها لكم بدون ترتيب كرونولوجي، يعني مش 1 2 3 4 5، لا. أنا جمعتها، j'ai fait une segmentation par catégorie، يعني جمعتها في فئات، عند فئات معينة من التوائم، لكن ما عملتلهاش ترتيب زمني. لكن هناك تغيرات فيزيولوجية تحصل في فترة معينة من رحلة التوأم، راح نقول لكم عليها لما أصل إليها. إذا أول تغيير فيزيولوجي قد يحدث بعد اللقاء، هنا نحدد سواء كان لقاء أديستانس، لقاء عن بعد أو لقاء فيزيائي، هو الشعور بعدم الارتياح والشعور بالتعب. يعني في الحقيقة التعب يعني طاقتنا تكون داون، تعب بمعنى في كل الجسم، عدم رغبة بالقيام بأعمالنا بنفس الوتيرة اللي كنا نقوم عليها في السابق إلى آخره. نحب نشير هنا بين قوسين إلى أن كل عارض سأتحدث عنه عليكم أن تحذفوه بما يسمى الطب. لكن عندكم مرض معين ويسبب هذا العارض فاحذفوه منطقيا. إذا كانت مثلا كنت أنت مثلا عندك سكري، والسكري يعمل لك دوار أو يعمل لك دوخة، فإذا عليك أن تحذف هذا العارض لأن السبب عندك معلوم، ألا وهو مرض السكري. فهميني؟ إذا أول عارض هو مثل ما قلت عدم الارتياح
والتعب الجسمي الذي يوقف لنا حياتنا. حسوا روحنا مثل الكمبيوتر اللي بوقع، يعني اللي توقف، ما عادش يعمل أي شيء، لا نفكر جيدا، ليس لدينا رغبة في القيام بأعمالنا بنفس الطريقة إلى آخره. وفي الغالب هذا التعب قد يؤدي بكم إلى النوم لفترات غير معتادة. مثلا متعودين أنكم تناموا من 10 مساء إلى 6 صباحا، تولوا تناموا في النهار مثلا، في اليوم يعني في النهار. وفي التعب الجسمي هذا يكون مصحوب بعصبية وحساسية لبعض المواقف، إن لم أقول كل المواقف، يعني نيبرسنسيبيليتي أكسيونال، معنى أن الإنسان يصبح عصبي ويصبح يتصرف بعصبية. أوكي؟ طب وأكيد هذا الإشارة، هذا التعب الجسمي أنا حللته ووجدت أنه قد يشير، اسمعوا مليح، قد يشير سواء إلى أنك تعمل بوظيفة غير مناسبة لك ولمسار حياتك، أو أنك تأكل أكلا غير مناسبا. أكدوا لي لهذه النقطتين، يا إما يدلك على أنك في عمل غير مناسب ووظيفة لا تصلح لك، عليك أن تتخلى عليها أو أن تغيرها، أو أنك تأكل أكلا غير مناسبا. وفي ذي الحالة أنا أنصحكم في هذا المرحلة من الباركور دو فلام جيمال، مرحلة في من رحلة التوأمة، أنكم تأخذوا دي كومبليمون أليمونتير، مكملات غذائية. أوكي؟ مكملات غذائية طبيعية طبعا، أو حتى اصطناعية، اللي هذين ناخذوها في الفارماسي في الصيدلية، البيدوز والمغنيسيوم والبوتاسيوم، كل المقويات، سوري مش المقويات، مقويات كل المكملات. الظاهرة الثانية اللي جمعتها أو اللي رصدتها هي ظاهرة ألم الرأس، الصداع المزمن أو الصداع الذي ينتابنا في مناطق معينة من الرأس، مش كل الرأس، مش كل الرأس اللي تحسوا به يوجعكم، وإنما منطقة من مناطق معينة في الدماغ. وهذا أكبر دليل أكد لي على أن الدماغ في حالة التوأمة يتغير نحو الأفضل، ممكن نوفو ديكوتاج، يعني كودات جديدة تتركب في الدماغ. قلنا الألم هذا تحسوا به مثل الصعقات الكهربائية في مناطق معينة فقط في الدماغ، مش في كل الدماغ، تحسوا هناك كشرارات أو كصعقات كهربائية في الدماغ، وممكن تكون كثيرة هذه الصعقات أو هذه الآلام، وممكن تكون على حسب الشخص، وممكن تكون ضعيفة يعني. ونحب نبشركم أنه كل ما زاد الوعي عند الشخص وكل ما زاد عمل على نفسه، كل ما قلت هذه الآلام. هناك كذلك ظاهرة هي ظاهرة الألم أسفل الجمجمة، يعني في بداية الرقبة إلى الوراء في الرأس، عندنا الكران الجمجمة، نحس وكأن هناك حديدة، يعني حاجة صلبة تضغط على الرأس وتضغط على عظمة الجمجمة، وهذا الإحساس قد يعني يزعجك كثيرا ويشعرك بأنك غير طبيعي، ويروح وحده، يعني يجي وحده ويروح وحده، يعني ممكن يحكمك لا أدري أنا الساعة 10 صباحا ثم يذهب على 1 مساء وحده، بدون ما تأخذ أدوية، بدون ما تأخذ أي شيء، يجي بدون سبب ويمشي بدون سبب. إشارة أخرى هي الطنين في الأذن، انسيفلمان في الأذن، يعني تحسوا صفير في الأذن أو طنين في الأذن، وما تكونوش في مكان مرتفع، تكونوا في ديوركم عادي، يعني في المنزل بصورة عادية، أو تكونوا في الشارع فتشعروا بطنين في الأذن. وهذا ما عندي حتى تفسير له الآن، لأنه لا أرى علاقة الأذن بالتغيرات التي تحدث في الدماغ، لكن هذه الظاهرة موجودة، أنا أؤكد لكم أنها موجودة. الظاهرة الأخرى هي الشعور بعدم الاتزان أحيانا، خاصة عند الناس اللي عاشوا ليالي سوداء،
في الليالي السوداء تشعر حين تقف وكأنك غير متزن، وكأن جسمك يذهب إلى الوراء أو إلى اليمين أو إلى الشمال. دونك اون بيرت دو كونترول كوربوريل، تفقد السيطرة على أجسامكم لفترة معينة من الوقت. لا تسقطون هنا، يعني ليست حالة إغماء وسقوط، برك حالة فقدان للسيطرة على الجسم. عندنا كذلك ظاهرة أخرى، وفي الأخير لما نكمل الظواهر حقول لكم لماذا تصابون بهذه الظواهر، أوكي؟ حسب تفسيري أنا، وأنا مثل ما تعرفوني أنا أجرب وأعمل وأستنتج وأحلل، أنا لا أقلد أي أحد ولست مسؤولة عن أي شخص يقلدني. اللي يحب ياخذ كلامي ياخذه ويطبقه على نفسه، واللي يحب ما ياخذوش ما ياخذوش، وما يجيش يعلق عندي للقناة. من فضلكم ما تجيوش تعلقوا عندي للقناة، أنا ابتديت عمل معين مع هذه الفئة من الناس، فخلوني تركوني نكمل هذا العمل، ما تجيوش تبثوا عندي طاقتكم السلبية وسمومكم، من فضلكم، أوكي؟ الآن وين وصلت؟ قلت مع الفيرتيج، كان هناك كذلك شعور بحرارة في الصدر، لتوخس حرارة في الصدر وأعلى الظهر، يعني الكتفين في الوراء. هذا الإحساس مختلف عن ما يسمى بصعود الحرارة عند المرأة، المرأة التي ينقطع عندها الحيض، يعني المرأة اللي لحقت سن اليأس يصيروا لها دي بوفي دو شالور. هنا هذا الشعور مختلف تماما عند التوائم، وهذا الشعور سيعوض فيما بعد لما تعدلوا شاكراتكم ولما تصلحوا أجسامكم، تصلحون الخلل في أجسامكم، سيعوض بشعور رائع من العناق الطاقي، دي كاريس انرجيتيك، تحسوا بطاقة جميلة جدا تنتابو هذه المناطق من الجسم. عندي كذلك الدوار فيرتيج، تحس وكأن المكان يدور حولك، يعني في فترة ما توقف تحس بأن المكان يدور حولك، لكن في الحقيقة أنت راسك عادي، يعني أنت حاس أنك واعي للمكان لكنك تحس بأن المكان يدور حولك. ممكن سورت دو فيرتيج، دوخة أو دوار غير مبررين، أوكي؟ عندي كذلك في بداية لاحظوا معايا هنا، عندي الوقت، أوكي؟ أني استنتجت أنه نفس الوقت في بداية التعرف، يعني يكون عندكم أيام اللي عرفتوا توأم أو أشهر، شهر أو شهرين ماكسيمم، تشعروا بالبرد، يعني جسمكم دايما بارد، سكون أبل لينيرجي تيرميك، هذه في علم الطاقة نسميها بالطاقة الحرارية، une perturbation de l'énergie thermique، اضطراب في حرارة الجسم، أوكي؟ تشعروا كأنكم باردين رغم أن درجة الحرارة مناسبة، رغم أن المدفأة مشتعلة، ورغم أنكم مثلا في جو ربيعي مشمس أو تعيشون في بلد مشمس، ولكنكم تحسوا دائما أن أجسامكم باردة أو تشعرون ببرد، vous devenez un peu frileux. وهذه الظاهرة تتحول فيما بعد لما تعدلوا جسمكم، تتحول إلى حرارة كذلك جميلة جدا تشعروا فيها في الجسم، وإلى instability، يعني ثبات في حرارة الجسم، أوكي؟ عندنا كذلك حساسية مفرطة للجسم، جسمكم يولي حساس، وهذا سيؤدي فيما بعد إلى الحساسية المفرطة على مستوى النفس أو على مستوى العاطفة. يعني في السابق كنتوا مثلا تشوفوا الدم وما تحسوش، تقولوا تشوفوا الدم تبكوا، في السابق كنتوا تشوفوا واحد ميت وما تبكوش، تقولوا تشوفوا ميت تبكوا، يعني واللي عندكم من إيبر سنسيبيليتي، واللي عندكم حساسية مفرطة. في السابق كان واحد لا أدري يشتمكم ما تقولوا ولا شيء عادي، لما يشتمكم هذا المرة أحد ممكن تبكوا أو ممكن تتأثروا. لماذا؟ يولي عندكم عاطفة، أولا جسم حساس ثم عاطفة حساسة جدا، تقولوا تحسوا بالآخر وتقولوا تحسوا بالعالم، وممكن فيما بعد تتفعل عندكم حتى إحساس بالعوالم الخفية، أوكي؟ لماذا؟ لأن روحانياتكم راهي تطلع، روحانياتكم راهي تزيد.
طيب، ونحب نشير لكم هنا أنكم في السابق كنتم ممكن ما تتحكموش في عصبيتكم وما تتحكموش في مشاعركم، بعد ذلك في رحلة التوأمة كل ما تزيدوا تتطوروا في هذا المشوار تقولوا تتحكموا في عصبيتكم وتتحكموا في الكثير من العواطف ولا ميتخزي. يعني مثلا في السابق كنتوا لما تختلفوا مع أحد الزملاء ممكن تخبطوا كرسي ولا تخبطوا طاولة وتخرجوا، فيما بعد راح تولوا أكثر اتزانا وأكثر هدوءا. هناك ظاهرة كذلك اللي احنا نحب نشير ليها، ظاهرة مهمة بعد اللقاء، هذه ثاني عندي الوقت بالنسبة لها، بعد ما تلتقيوا بتوائمكم فيزيائيا يعني تلتقيوا بهم تشوفوهم، يحصل لكم حالة من العزلة، يعني ما تحبوش تكلموا الناس، ما تحبوش تدخلوا في حوارات مع الناس، تولي علاقاتكم مع أسرتكم شبه خفيفة أو شبه سطحية، يعني تدخلوا في حالة من العزلة والانطوائية. وهذا كذلك عندي تفسير ليه، هو أن الروح أصبحت تعاف أو أصبحت تكره العالم المادي وتريد أن تخرج من هذا الجسم الذي يسجنها. يعني روح أرواحكم تصبح أكثر خفة وأكثر حساسية، لذلك تحبوا تنعزلوا، تحبوا تبقوا لوحدكم حتى ماذا، حتى تخرجوا إلى عوالم أخرى كان حابسكم فيها الجسم. في فترة العزلة كذلك ممكن يتغير نظامكم الغذائي، بمعنى ممكن تقولوا تاكلوا أشياء ما كنتوش تاكلوها في السابق، وممكن تقولوا تنقصوا في الوزن بصورة مهولة بدون ريجيم، وهذا أهم ظاهرة تحصل للتوأم، هو أنه يحصل على الجسم الذي يريده بدون ريجيم، ويولي ينقص من استهلاكه للسكر الاصطناعي بدون أي رغبة منه، يولي ما يحبش يأكل الجاتو، يحب يأكل الخضر والفواكه التي تعطيه سكر طبيعي على حساب الجاتوهات التي تعطيه سكر اصطناعي. هذه مشتركة عند جميع التوائم، الاستغناء عن السكر. ساسيت ان اليمون، يعني هذه مادة غذائية كل التوائم الحقيقيين استغناوا عليها أو عوضوها بسكر طبيعي. كل كما قلت لكم، كل هذه الظواهر تشير إلى تطور وتغير في الجسم نحو الأفضل. Vous allez le voir après. بعد ذلك ستلاحظون وستنتجون أنكم ستستنتجون أنكم تغيرتم نحو الأحسن. بين قوسين هذه شاذة شوية، ظاهرة شاذة، قد تطورون بعض الحساسية لبعض المواد، دي زالرجي اليمونتير، يعني حساسية لبعض المأكولات أو حساسية للبولين، لا أدري كيف يسموها بالعربية، بالعربية ممكن غبار الطلع، لا أدري. المهم ستطورون حساسية لبعض المأكولات وتستغنون عنها، وممكن تكون عندكم تصابون كمرض بالحساسية، الحساسية هذه الذي يصاب بها الزلرجي والبولين، لا أدري إذا كان فيكم أحد الأشخاص يترجم في التعليقات. إذا هناك ظاهرة أخرى كذلك رصدتها، وهي الأرق أو الاستيقاظ بالليل، بمعنى ممكن تكون شخص، أنت شخص يعني معتاد أنك تنام بصورة مستقرة أو بصورة نمطية معينة، فتجد نفسك تستيقظ مرتين أو ثلاث مرات بالليل، وتنظم بعد ذلك ساعات نومك تنظيما مختلفا، فمثلا قد تنام في النهار وتستيقظ بالليل إلى آخره، والكل يحصل من دون تعب. يعني هذا الفرق، إحنا لما نكون في حالة طبيعية حين لا ينام الشخص يشعر بتعب شديد، لا يستطيع العمل مثلا في اليوم الموالي، لا يستطيع التركيز، لكن حين ينطلق المخ أو الدماغ في الترتيب الجديد سيضطرب النوم بدون ما يحصل لك أي تعب، لغيفي نوكتيون. كذلك مثل ما قلت، هناك هذه تحدثت عليها حينما تحدثت على العزلة، لكن أؤكد عليها الآن، وهي الشعور عدم الاهتمام بالأرض أو عدم الاهتمام بالعالم المادي، un désintérêt pour le monde ou pour la terre.
هناك شعور بعدم الاهتمام من جراء الاختلال الهرموني والاختلال الفيزيائي اللي يحدث في الجسم، سينتج عن ذلك عدم اهتمام بالعالم. ويحدث كذلك ما يسمى بالبيبولاريتي، أو بمعنى أن الشخص يصبح مثل الغير طبيعي، أو مثل الشخص اللي يكون عنده شخصيتين إذا صح هذا التعبير، بمعنى أنك ممكن يعني قد تصعد في غضبك وقد تنقص يوما ما، وقد يعني تصبح سلوكاتك سلوكات مضطربة وسلوكات غير طبيعية. ومثل ما قلت هذا كله يحدث لما تكون في حالة عزلتك، في حالة عزلتك أو انعزالك عن العالم. وكذلك يحدث هذه العزلة كما قلت تحدث في بداية رحلة التوأمة، لو ديبي دو بروسيسوس، في البداية تماما. وفي الغالب تصيب المطاردين أكثر من الهاربين، أوكي؟ لأن المطارد هو من يكون بحاجة إلى الخروج من العالم المادي. كل هذه الأعراض الفيزيولوجية اللي تحدثت عليها في الحقيقة تحدث في بداية الرحلة وفي وسطها. لماذا؟ لكي تشير لك إلى المشاكل البيولوجية أو المشاكل الفيزيولوجية التي تعاني منها. التغيرات الفيزيولوجية هذه قد تقود كذلك إلى تغيرات على مستوى النفس. من بين أهمها وجدت أنه من الضروري أن أشير إليه اليوم، لأنه رأيت أن كثير من الناس سألتني عليه، ألا هو الأحلام. ممكن تكون شخص لا تحلم تماما، بمعنى قد تحلم مرة في 7 سنوات أو مرة في 10 سنوات فتصير تحلم، تصير شخص يحلم كثيرا ويتذكر حلمه، يعني حينما يستيقظ في الصباح يتذكر كل تفاصيل الحلم، وهذا شيء نادر في الغالب عندك يعني. وهذا الحلم نحب نأكد لكم أن هذه الأحلام ستنقطع أو ستذهب تماما بعد اللقاء، يعني بمجرد ما تشوفوا التوأم وتلتقيوا به، خاصة إذا كنتوا في حالة وفاق أو حالة حب، ستنقطع هذه الأحلام. يعني كي تشوفوا مش مختلف معاه، يعني اللقاء يكون اللقاء ودي، لقاء جميل، فلما تلتقي بتوأمك أو بتوأمتك ستنقطع عنك هذه الأحلام. طيب، هناك ظاهرة أخيرة سأشير إليها، وهذه الظاهرة ينبغي على الجسم أن يكون حساسا حتى يتعرف إليها، وهي ما يسمى بالبليكسي سولار أو الضفيرة الشمسية. يعني في الحقيقة هناك بعض التوائم شعروا أكثر بقلوب بالقلب، يعني يصبحوا يشعروا بألام في القلب أو بأن يحسوا بقلبهم بصورة أكثر. وهذا لماذا؟ أنا عندي تفسير كذلك، هذا لأن شاكرا الضفيرة الشمسية ضغطت على القلب، يعني الفلو الطاقة اللي بحثتها للقلب طاقة كبيرة، مما جعلكم تحسون بالقلب. وممكن تجربوا يعني تديروا تيست، تعملوا تيست صغير، فإذا ضغطتوا على الضفيرة الشمسية، ولن أقول لكم أين توجد الضفيرة الشمسية حتى أبعثكم إلى العمل، حبكم تخدموا على أرواحكم، تعملوا على أنفسكم، إذا ضغطتوا على الضفيرة الشمسية ستشعرون بألم. وهذا لماذا؟ لأن الضفيرة الشمسية تفعلت. يعني قد يحدث ذلك في بداية اللقاء أو في وسط اللقاء، يعني في وسط الرحلة لا ندري، المهم أن ذلك سيحدث لكم في غضون رحلتي التوأمة. أنا أسرع كي أنهي، هناك آلام كذلك آخرا قبل أن أنهي الفيديو، هناك آلام كثيرة كذلك قد تظهر أثناء رحلة التوأمة، مثل الألم في الجسم والظهر والرأس إلى آخره. كل هذه الآلام لما تعدلوا الشاكرات ستنتهون منها أو ستتخلصون منها. وعندي تفسير لهذه الآلام، هو أن الجسم انطلق في رحلة روحية، أن الروح قد بدأت تتخلص من الجسم، لذلك تشعرون بهذه الآلام. أخيرا سأريد أن أختم فيديو اليوم بشيء مهم جدا، أراه مهم جدا لتنبيهكم. الفرق بين العرب والغرب، هو أن الغرب يعملون والعرب لا يعملون، يقلدون فقط ويستوردون منتوجاتهم. العربي بصورة عامة رغم أنه ذكي، فهناك الكثير من العقول العربية الموجودة في كندا هنايا وهي عقول ذكية، وموجودة في أمريكا وهي تشتغل في جوجل وفي النازا إلى آخره، لكن للأسف الشديد العرب بصورة عامة
يقلدون ولا يبتكرون، بمعنى يروحوا يجيبوا الجاهز، يأخذون كل ما هو جاهز ويحاولون إسقاطه على المجتمع العربي وعلى العقل العربي. وهذا لا، فإذا مثل ما قلت كل اليوتيوبرز موجودين الآن على اليوتيوب يقلدون ما هو موجود عند الغرب، وهذا لا يصلح، لأن العقل العربي مختلف تماماً عن العقل الأوروبي، والتربية العربية مختلفة عن التربية الأوروبية إلى آخره. وشي مهم ضروري كذلك نقول لكم عليه قبل ما نختم الفيديو، هو أنه لاسينكرونيسيتي أو التزامن لا يصلح معكم إذا كنتم ما حققتوش توازن الشاكرات. لا يمكنكم أن ترون signs from angels، يعني إشارات من الملائكة، وأنتم جسمكم ملخبط، يعني بالمصرية جسمكم مخلط ودماغكم مازالوا مخلط، وأنتم ما تبحثوا عن signs from the angels. I don't understand. أنا لا أستطيع أن أفهم الناس اللي تقول لي شفت الرقم 2 و3 و1، كيف تشوفي هذه الأرقام وأنت أصلا جسمك لا يصلح بعد لالتقاط الإشارات الإلهية والإشارات الكونية. أتمنى لكم مثل العادة أوقات سعيدة، وأرجو من أعماقي أن تحققوا التواصل مع ذواتكم وتبتدئوا بالعمل الجدي على أنفسكم وعلى أجسامكم وعلى عقولكم. إلى أن ألقاكم في الفيديو المقبل، مع السلامة أحبائي.